الرياء هو أن يعمل العمل حتى يراه الناس، يصلي حتى يقال عنه أنه مصلي. الرياء يكاو بي باو في براتيك مي اولي ليجي غيتو ودي مون دي او بي في سوالا بار اكزامبل. من اخلاق اهل النفاق اي سا يبان كاركتيرستيك بان دي مون كيلو ليبوكريسي. المنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطن نسال الله العافيه والسلام الكفر. ايبوكريت اي سي لوي كي مونتر الاسلام مي اندا يانا كوف كي على ايبوتيزون نبي سا. شرك اصغر الرياء وقد يصل الى الاكبر. شرك اصغر تي شرك اي ريا مي كابابا منو افير سا كي بليغو. علاج الرياء كي غيريزون ريا دراسه التوحيد كونو ابون توحيد الدعاء كونو ابون دعاء تدعو الله ان يجعل اعمالك خالصه لوجهه سبحانه وتعالى وفي دعاءك الله سبحانه وتعالى في دعاءك شو انسسيمو بولي الله جل في علا. تخفي الاعمال يعني تحرص دائما غايه الحرص ان تخفي العمل لا تظهره للناس وفن مي بوسيب ماكسيموم بوسيب بنو كاشيت نو بناكشو وبيسون باوا. يعني هذا يقوم الليل وياتي في النار قل ما شاء الله امس قمت 3 ساعات قيام الليل يدون ليكزام انجمون لي انفيريا مون ليل فيني بو ماتين جيك دو يا سو تابي ميم مو جو 3 ساعات 4 ساعات مون ابو يسقيا وانا صائم اليوم يوزوجي مو بيغات كاريم وتصدقت اليوم ب 1000 يورو يوزوجي مون دون 1000 يورو. لا تحرص على اخفاء الاعمال كذلك من علاج الرياء زياره القبور الزياره الشرعيه. لماذا؟ لان عندما تتذكر الموت تتذكر الاخره والرياء يذكرك الدنيا. Parmi les guérisons contre Ria, c'est qu'il nous visite la tombe à cause. Et dans la visite la tombe, il fait nous mazine akhira. Mais Ria, il fait nous mazine dunya. Alors visite la tombe, il pourrait être une façon pour capable de guérir Ria qui en a dans un djimoun. لكن عندنا مسألة خطيرة جدا. Nous avons une masala qui en a dansé là. لا تترك العمل خوفا من الرياء. باكيت اكشن اكوزو بيريا. تريد تصلي صلي. وفي فاس ولا فاس ولا. تتصدق تصدق. وفي سبين بولا كوزا لا سبين. تصوم صوم. وقاد كارم قاد كارم. لا تترك العمل تقول انا اترك حتى لا يقال عني مصلي وصائم وقائم. باكيت اكشن اكوز جيمون بو جيمو بيقاد كارم جيمون بي جيمو بيقا فاس ولا نو. لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يجعلك تترك العمل خوفا من الرياء. يقول لا تصلي مع الجماعة. لا تلبس ثوب. لا تطلق اللحية. لا تصوم. إذن لا تفعل شيئا من العبادة. اعمل وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الاخلاص.